أنتقل معك إلى الأيام السبعة. أعين الله. وطالع الأيام السبعة. الأيام السبعة. الرئيس السوري يهاجم الجامعة العربية. هاكر سعودي يخترق بطاقات الائتمان الإسرائيلية. منح الحصانة للرئيس اليمني وفريقه. أكاديمي سعودي ينفي وأد البنات تاريخيا. الاعتداء على منزل حكم رياضي. الأيام السبعة. حياكم الله من جديد في الجزء الثاني من برنامجنا مع الشيخ صالح المغامسي. الرئيس السوري في خطاب طويل جدا 99 دقيقة و10,000 كلمة هاجم الجامعة العربية، وصف بأنها ليست جامعة، ووصف العرب بأنهم مستعربون. تعليقك. هو الذي يهمنا في هذا الشأن الشعب السوري العظيم، والجامعة العربية بعثت ما يعرف بهيئة المراقبين. نعم. وجعلت قيما عليهم من يرى الجثث ويمشي على الدماء ثم يقول عياذا بالله ما رأيت شيئا، فأضحى الشعب السوري العظيم محصورا ما بين سم الداب وفك الأسد، وهؤلاء أي الشعب السوري لن ينجيهم إلا الله الواحد الأحد. لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا، لأن الجامعة العربية أصلا كان الرئيس السوري فردا منها، وهي تحمل شيئا من الحسنى وكثيرا من الأخطاء في سابق أيامها، وأصلها كما هو معلوم عام 45 أشار البريطانيون بتأسيسها، حتى يتعامل البريطانيون مع مؤسسة واحدة بدلا أن يتعاملوا مع الدول كلها، ثم مرت بمراحل ضعف وهينات، وهي يعني لا أظن أن أحدا من الشعب السوري يعول على جامعة الدول العربية. ما يعول عليها الجامعة الدول العربية برأيك؟ هي لا يعول عليها في أن تنقذ الناس هناك، محال، لأنها ما دام انقسمت أصبحت لا يعول عليها. في ظني أن دول مجلس التعاون كخطأ وقعت فيه عندما أعلنت رغبتها في ضم المؤسسات الملكية المغرب والأردن، هذا نجم عنه أن الجمهوريات التي بعد لم يصبها الموج تحدت فيما بينها، لأنه مضى قيم إيران عليهم يقول إن هؤلاء نجوا بأنفسهم، أي من يكون في الحكم لديهم وراثي، فبقيتم أنتم معلقين في الهواء. فلما اخترقت من قبل إيران بعض تلك الدول أغضوا الطرف لما هوجم صنيع الأسد، ثم تسللوا إلى أن يدخلوا في هيئة المراقبين. فلما دخلوا في هيئة المراقبين فاجأوا الناس بأنهم يقولون إن الأوضاع مطمئنة، فاطمأن الروسيون الحليفون لبشار على هذا القول واتكأوا عليه ونازعوا به الناس في هيئة الأمم. فقلت كما قلت في الأول، فأضحى الشعب السوري ما بين فك الأسد وسم الدب. لك مقال أثار كثير من الجدل في جريدة المدينة، وعز الشرق أوله دمشق. ومدامك قلت إيران، تحالف حكام سوريا مع إيران وحزب الله تحالف حكام سوريا مع إيران وحزب الله وآووا المكتب السياسي لحركة حماس، فاجتبعت ألوية ثلاثة بينها من التباعد ما بين المشرق والمغرب. حزب علماني اشتراكي لا يقيم للدين وزنا ولا يرفع به رأسا، ودولة عقدية تتبنى خيارا دينيا محضا وترفع شعار ولاية الفقيه، وحركة يدعي أصحابها أنهم خلفاء عمر في أمته وهم يتحالفون مع قتلته ويأوون إلى ديار يتبرأ حكامها من عمر وسيرته، بئس للظالمين بدلا، لكن قالت العرب من قبل إن المصائب يجمعنا. ما قسيت على حماس بهذا الخطاب؟ فيه شيء من القسوة قطعا، لكن العتاب على قدر المحبوب. هم قدموا صورة مثالية في الجهاد، وأنا أخرجت شريطا قديما اسمه فاجأة الفجر، وأثنيت فيه على الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، وقلت إنه لما عاد بالأمة إلى القرآن انتصر، وذكرت في ذلك أبيات شعر قد لا أذكرها الساعة. صليت عليه في مسجد الحي الذي أنا فيه، وكنت وما زلت أجل أولئك المرابطين في غزة،
ومحبتهم وموالاتهم دين وقربة وواجب، وهم عندي المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرابطون في أكناف بيت المقدس. هذا لا جدال فيه البتة حتى يظهر الله جل وعلا دينه. لكن مما يدمي القلب أن تصنع القيادة السياسية في حركة حماس بعضها أو جميعها يصنع هذا الأمر ويفيء إليها. والآن هم كما ترى قد وقفوا في منتصف الطريق. هم حماس شاءت أم أبت فرع عن الإخوان، فرع عن الإخوان، لا يمكن أن يجادل في هذا أي أحد منتسب إليهم. ومن يأويهم وهم يقولون كما قال خالد بشعر في تصريحاته أنه سيظل ما يعني سيحاول أن يكون وفيا لمن آواه، وهذا خلق جميل أن يكون الإنسان وفيا، لكن في هذا الموقف يقول بشار في خطابه عن الإخوان إنهم إخوان الشياطين ولم يستثني، فوقعوا في الشيء الذي أنا كنت أخشى عليهم منه. ومعلوم أن الإنسان كلما عظمت محبته في القلب ازداد في حق العتاب عليه، لأن الإنسان باللغة الدارجة لا يشره إلا على من يحب. أما من كان ضالا كان باطلا في أصله فأصلا لن تذرف عليه دمعه. فإن كان في الخطأ في الكلام قسوة فأنا أعتذر، لكن الفكرة أنا مؤمن أنها صحيحة. وما خفت عليه على حماس في ذلك الوقت هو الذي وقع اليوم في أن كثيرا من الشارع العربي بدأ الآن ينظر ما موقف حماس، وهي ترى ما يقوله بشار عن الإخوان جملة وما يصنعه بالشعب العربي. إن كنت أنا وأنا لا دين الله مذهب الإخوان أجد في نفسي تعاطفا على سبهم، فكيف بمن ينتسب إليهم؟